السلام عليكم. الآن نكمل موضوع الـ Air Refrigeration System. وصلنا للـ Regenerative Air Cooling System Method. طبعاً هذه السايكل مثل ما تلاحظون هي بالحقيقة إذا يعني ألقينا النظرة على الـ Temperature Entropy Diagram راح يكون مشابه للـ TS Diagram الخاص بالـ Simple Air Cooling Method مع اختلاف بسيط. الاختلاف هو كالآتي. طبعاً هذا هو الـ Schematic Representation للسيستم هذا. يحتوي او الفرق الاساسي انه موجود Regenerative Heat Exchanger اللي هو موضح بالبروسيس من State 4 الى State 5. فطبعا مبدا العمل ما راح يختلف كثيرا عن Simple Air Cooling System وكذلك عن Bootstrap Cooling System مع اختلافات بسيطه اللي هي موجوده بالRegenerative Heat Exchanger. بما يخص الـ Working Principle للـ Regenerative Air Cooling System موضح مثل ما تلاحظوا هنا. أول خطوة أنه الـ Ambient Air اللي هو الـ Atmospheric Air عن طريق الـ Ram Process اللي هي من State 1 إلى State 2 راح يكون هناك يعني Increasing بالـ Pressure ازداد الضغط وكذلك درجة الحرارة. وطبعا أوضحنا سابقا أنه أما يكون Actual Ramming Process أو Ideal Isentropic Ramming Process اللي هي مثل ما تلاحظون موضح على الـ TS Diagram from state 1 الى state 2 اللي هو اللي هي اما ideal اللي هي او isentropic نسميها من state 1 الى 2 1 الى 2 داش راح تكون actual وراح نحتاج ما يسمى بال ramming efficiency. هذا فيما يخص يعني temperature entropy diagram. اذا اريد يعني نوضح عليه راح ننتقل الان للسكيماتيك diagram. من state 2 الى state 3 مثل ما تلاحظون راح تصير هناك يعني زياده بالضغط ودرجه الحراره يعني from state 2 داش الى 3 هذه اللي هو isentropic compression. من state 2 داش الى 3 داش راح يكون ما يسمى بالactual compression. وطبعا الضغوط الاساسيه اللي عندي هي اربع ضغوط اللي هو الambient pressure اللي هو P1 وعند الكابين بريشر اللي هو P6 اللي هو نفسه P6 داش وP7. أيضا عندي الرام بريشر اللي هو إذا ideal وactual راح يكون عندي ضغطين اللي هو ideal رام بريشر actual رام بريشر. وعندي أيضا المين كومبرسر هذا هو اللي هو يكون الهايست بريشر in the system يعني أعلى ضغط في المنظومة. فبعد ذاك من state 2 ل state 3 راح يكون هناك زياده بالبرشر مثل ما تلاحظون. من state 3 الى state 4 راح يكون هون موجود الهيت اكسشينجر مثل ما تلاحظون. من state 3 الى state 4 نتيجه الهيت اكسشينجر نتيجه التبادل الحراري هنا انا عندي يعني hot fluid hot temperature of a fluid okay وhigh pressure. فبالتالي راح يتبادل حراريا ويا الرام اللي هو يكون يعني اقل درجه حراره من ال state 3 فبالتالي راح يفقد حرارته وهذا راح ينعكس على state 3 الى state 4 انه اكو decreasing بالtemperature اوكي. لكن بعد ذلك من 4 الى 5 ايضا راح يصير يعني انخفاض بدرجات الحراره لان عندي هنا heat exchanger اللي هي من state 4 الى state 5. لكن من الجدير بالذكر اللي يميز هذه المنظومه هو الاتي انه احنا سابقا من ينخفض راح يروح للكولنج تيرباين. من الكولنج تيرباين راح يروح للاير تو كابين يعني للكابينه مال المسافرين. اللي يصير هو جزء من الهواء راح يستنزف يعني قبل لا يذهب للكابينه راح يستنزف يعني يرجع مره اخرى الى الهيت اكسشينجر الثاني اللي هو سميناه ريجنريتيف هيت اكسشينجر. فبالتالي هذا هو اللي راح يساهم بانخفاض درجه الحراره اللي هي بستيت 4 الى ستيت 5 لان هذا عندي الهيت اكسشينجر الثاني اللي هو ريجنريتيف. يعني تاثير الريجنريتيف او تمثيله كثيرموداينامكس راح يكون من ستيت 4 الى ستيت 5. من 5 الى 6 راح تنعاد العمليه انه عندي كورنت تيرباين. فهذا الكورنت تيرباين شيء طبيعي راح يسبب لي انخفاض بالبرشر والتمبرشر مثل ما تلاحظون. ومن ستيت طبعا عندي اما ايسنتروبيك او اكتوال اكسبانشن يعني اما من 5 الى 6 او من 5 الى 16. من 16 الى 7 اللي هو راح يذهب للاير تو كابين. هذا فيما يخص يعني التمثيل الثرموديناميكي للريجنريتيف اير كولنج سيستم. فيما يخص انه اكو اضافه اخرى اللي هي راح تكون عباره عن انرجي بالانس انه احنا عندنا هذا الهيت اكسشينجر اللي هو موضح هنا هذا. يعني طبعا انا عندي الماس فلوريد هذه اللي هي تستنزف من المين كومبرسر سابقا بالسمبل اير كولنج سيستم وكذلك بالبوتستراب اير كولنج سيستم كانت عندي
الماسيف يوريت وحده هي اللي راح تبقى بالمنظومه بالسيستم هذا، لكن هنا اللي راح يصير انه اني مثلا هذه الماسيف يوريت اللي هي تدخل من يعني ستيت 3 وتدخل بالمنظومه، في الحقيقه انه جزء من هذه الماسيف يوريت يعني قبل لا تروح للاير تو كابين جزء منها راح يستنزف، يعني راح ينسحب، راح يروح وين؟ الى الريجنريتيف هيت اكسشنجر. فبالتالي راح تكون عندي يعني تو ماس فلوريت، اوكي، يعني عندي قيمتين للماس فلوريت. الماس فلوريت الاولى الاساسيه اللي هي هذه، اوكي، اللي هي الكوانتيتي اوف اير ريكوايرد للريفرجيشن بيربس بشكل عام، اللي هي احنا نسميها ام اي 210 كيو اللي هي تن اوف ريفرجيشن ديفايدد باي سي بي تي 7 ماينس تي 6 برام داش. هذه اوكي، هذه هو الام اي. فيما يخص الام 1 والام 2، الام 1 هي total mass of air blood blade from the main compressor، يعني أنا مو عندي الكمبرسر الأساسي اللي أسحبها من عنده راح تكون M1. والM2 هي mass of cold air blade from the current turbine okay for raw generative heat exchanger. يعني معناها إنه أني هذه الماس فلوريت اللي هي M1 راح تأخذها من المين كومبرسر، هذا راح تبقى تابع إلى أن تروح وين للكابين مال المسافرين، لكن حسب ما موضح سابقا، لكن الاختلاف هنا انه ما راح تروح مباشره، وانما جزء منها راح يستنزف مثل ما تلاحظون هنا اللي يعني يذهب الى الريجنريتيف هيت اكسشنجر. فهذه هي الام 2 اللي هي راح تروح للهيت اكسشنجر. فبالتالي بالهيت اكسشنجر راح يصير عندي انرجي بالانس، عندي ماس فلو ريت ان واوت، هذه طبعا مساله راح تصير مساله عباره عن فلويد ميكانكس عاديه، ناخذ كنترول فوليوم اللي هو الريجنريتيف هيت اكسشنجر، نطبق الستيدي ستيت ستيدي فلو انرجي اكويشن اندر ماني اسامبشن، يعني تحت فرضيات عديده من ضمنها انه يعني ما راح يكون عندي ورك دان، اوكي، راح اسوي يعني سامبليفيكيشن عديده فيما يخص موضوع الانرجي بحيث تبقى عندي فقط الثيرمو انرجي اللي هي هذه، يعني نطبق انه سميشن ام دوت اتش ان يساوي سميشن ام دوت اتش الاوت، اوكي. فهذه مثل ما تلاحظون يعني احنا هنا اذا اريد نوضحها راح عباره عن مساله طبيعيه، مساله فلويد ميكانكس عاديه، ما راح يكون اختلاف كبير عن المسائل العاديه، حتى نفس موضوع الابزوربشن سيستم احنا سوينا هذه الماس بالانس، اوكي، لكن هنا راح نسوي انرجي بالانس حتى نوصل للي نريده من المجاهيل. فمثل ما تلاحظون انا عندي هنا الانلت للكنترول فوليوم، عندي ستيت 4 راح تدخل يعني ام دوت 1 اتش 4، وعندي ام دوت 2 اتش 6 راح يدخل لي من هنا، هذه الان للكنترول فوليوم، والليف الكنترول فوليوم هي ام دوت 1 اتش 5 اوكي وام دوت 2 اتش 8، لان هنا انا عندي الام دوت 1 راح تكون داخل البايبس، فهي الاربعه والخمسه لها نفس الماس فلوريت. هنا الام دوت اللي تستنزف هنا اللي راح تحرك كانما بالشيل الثمانيه ستيت 8 وستيت 6 راح تكون لها نفس الام دوت. فبعد انه نسوي عمليه انه نستبدل ال H اللي هو الانثالبي بالسي بي السبيسيفيك هيت ات كونستانت بريشر مضروبه بالتمبرتشر، راح تكون عندي انه ام دوت سي بي ام دوت 2 سي بي في تي 8 ماينس تي 6 برايم، لان احنا راح ننقلها يعني انه قلنا ستيت 8 و 6 نفس التمبرتشر، فحتى لو حتم 4 و 5 ايضا نفس الماس فلوريد. فبالتالي راح تكون عندي انه انا مجرد تعويض بسيط راح توصل الى قيمه الام دوت 2، اوكي، وهذه طبعا الام دوت اي ممكن حسابها، فبعد ان نحسبها راح ممكن حساب الام دوت 1 والام دوت 2، اوكي. هذا مثل ما راح نوضحها بالمثال التالي اللي هو هذا المثال موضح هنا. طبعا هذه هو اللي فيما يخص يعني ثيرمودينامكس اناليسيس للسيستم. هنا السي او بي طبعا راح نحسب بطريقه نفس ما يعني تم مناقشتها سابقا. هذا هو المثال الخاص بالريجنريتيف اير كولينج سيستم. مثل ما تلاحظون انه انا عندي انه الاير ريفرجريشن سيستم هذا يستخدم للايربلين، هذه طبعا 220 تن اوف ريفرجريشن، هذه هي نقصد بها الكيو. طبعا الامبيانت اير التمبرتشر اللي هي البي 1 والتي 1 كلها معلومه، هذا يقول لك از راوند ايسنتروبيكلي، يعني عن خلال عمليه الرام راح تكون ايسنتروبيك حتى الى توصل تل ذا بريشر رايزز الى 1.2، اوكي. مثل ما تلاحظون هذه طبعا كلها موجوده هنا اللي هو راح يكون البي 2
1.2. يقول لك هنا the air bled from the main compressor at 4.5. هذه البريشر اللي هو أعلى بريشر بالمنظومة اللي هو بريشر بنقطة ستيت رقم 3. يقول لك هذا cooled by the ram air in the heat exchanger whose effectiveness is 60%. And the air from the heat exchanger is further cooled to 60 degrees Celsius in the regenerative heat exchanger. يعني هنا راح يوضح انه ايش راح يصير بالاير خلال الهيت اكسشينجر الاول والريجنريتيف هيت اكسشينجر. اوكي، بعدها يقول لك with a portion of the air blade after expansion of the current turbine. يعني يقول لك انه هنا راح تنخفض الى 60 نتيجه انه الهواء هذا راح يعني يرجع بعد عمليه الاكسبانشن بالكورنت تيرباين. مونتين الكابين از تو بي مونتين محفوظه بدرجه حراره 25 وضغط 1 بار. اذا الاسيوتروبيك افشنسيز للكمبرسر والتيرباين مونتين اياها في ريد الماس فلو ريت اوكي اوف اير بليد فروم كولينج تيرباين اوكي تو بي يوز ان ذا ريجنريتيف كولينج سيستم، وايضا الباور بالاضافه للسي او بي. ومنطين هنا اسامبشن انه تمبرشر اوف اير ليفينج تو اتموسفير from the regenerative heat exchanger نقصد بها هذه المية اللي هي T8. اوكي، مثل ما موضحة على temperature entropy diagram، عفوا على هذه السكيماتيك diagram، هي هذه هي T8. فحل المثال ما راح يختلف كثيرا عن simple air cooling system ولا عن bootstrap cooling system. ببساطة انه اول خطوة نسويها هو رسم temperature entropy diagram هنا من state 1 الى state 2 تمثل الرام process، ومثل ما تلاحظون هي عبارة عن actual ideal or isentropic ramming process. ما راح تكون عندي irreversibilities، هنا راح تكون عندي irreversibilities بالcompressor وأيضا بالturbine، مع الانتباه انه اني 3 الى 4 هي تمثل heat exchanger الاول، 4 الى 5 تمثل regenerative heat exchanger، وهذا طبعا هي مستويات الضغوط الاربعة الاساسية اللي عندي. طبعا هذه T2 T3 ايضا وضحناها سابقا. نبدي اول شيء بالرامينج ايسنتروبيك رامينج بروسيس من ستيت 1 الى 2، نكتب هذا القانون ما دام ايسنتروبيك. الغرض من عندنا انه نحسب التمبرشر ات ستيت 2، لان احنا قلنا بهذه المسائل المتعلقه بالاير ريفرجريشن سيستم اول خطوه نسويها هي حساب التمبرشر ات ايتش بوينت. بعدها ننتقل للبروسيس من 2 الى 3 فروم ستيت 2 تو ستيت 3 حتى نحسب التي 3، هذه اللي هي الايسنتروبيك. الاكتوال نحسبها عن طريق الافشنسي. نفس البروسيس طبعا راح تنعد ويا التيرباين، بس قبلها ننتقل الى موضوع الافكتفنس اللي هو الخاص بالهيت اكسشنجر. الافكتفنس هو بالحقيقه يعني سبق وان درستوا موضوع الهيت اكسشنجر بالهيت ترانسفير تساوي T3-T4 ديفايدد باي T3-T2. اوكي، هذه فيما يخص الافكتفنس الخاصه بالهيت اكسشنجر. يعني هذه اذا اريد نوضحها على يعني على التي اس دايجرام وكذلك على السكيماتيك دايجرام، انه انا عندي هذا هو منطيني بالسؤال الافكتفنس قيمته 60%، عفوا الافكتفنس هذا بالهيت اكسشنجر الاول 60%، فبالتالي هي هذه يعني من 3 الى 4 3-4 بنمثلها رياضيا راح تصير تي 3 داش اللي هي هذه تي 3 داش ماينس تي 4 على تي 3 داش ماينس التي 2. اوكي، حتى شنو راح تطلع عند الافكتفنس. بعد ان حسبنا الافكتفنس احنا الافكتفنس طبعا موجوده عندنا، الغرض من حتى نحسب التي 3 داش. اوكي، من حسبنا عفوا الغرض من حتى نحسب التي 4 التي 4 اوكي، لان تي 3 داش تم حسابها من الايسنتروبيك افشنسي بالكمبرسر. بعد ذلك ننتقل للكولينج تيرباين وراح تصير بعمليه مشابهه للكمبرسر، نطبق الايسوتروبيك ريليشن، نطبق التيرباين كولينج افشنسي اللي هي الايسوتروبيك افشنسي للكولينج تيرباين، نحسب التي 6 داش. اخر خطوه اللي هي بحساب الماس فلوريد. طبعا الماس فلوريد هذا اللي هو المجهز للكابينه هو بالحقيقه M1-M2، والسبب ذلك هو كالاتي، لان انا عندي طبعا الماس فلوريد كلية اللي اسحبها من الكمبرسر هي من المين كومبرسر هي M1، وهذه M1 راح تتابع طريقها للكابين، بس الجزء منها راح يمتص اوكي يمتص او يستنزف بستيت 6 لاغراض الريجنريتيف. فبالتالي راح تكون هذه المعادله ضروره تطبيقها، بحيث نقول انه الماس فلوريت هذه اللي هي ام اي تمثل الM1 ناقص الM2 اللي انا راح استنزفها. الM اي هي هاي قيمتها
اوكي الـ M2 وضحنا عن طريق الانرجي بالانس حسابها، فمجرد equation 1 و 2 نعوض وحده يعني بالثانيه حتى نحسب شنو الـ M1 والـ M2. فيما يخص الباور اوكي وايضا الكوفيشنت اوف بيرفورمانس حسابها راح يكون جدا بسيط، لان يعني كل المعلومات موجوده عندي، بس مع الانتباه انه هنا نطبق الـ M1 اوكي، وهنا طبعا ايضا نطبق الـ M1 لان هذه الكومبرسر. هذا فيما يخص يعني الثيرموداينامكس اناليسيس للريجنريتيف اير كولينج سيستم. شكرا جزيلا.